السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم أن تتواصلوا معنا من خلال إرسال رسائلكم النصية. اليوم سيكون موضوعا عاما عن الوضع في العراق نظرا لتكرار حوادث الانتحار والمشاكل الاجتماعية التي توجد في البصرة، ومساكن عشوائية كذلك موجودة في المحافظة تطالب الحكومة بإزالتها وتسعى لذلك، وتهدد كذلك حياة الناس الذين يقطنون في هذه المساكن بالزوال نظرا لأنهم ليس لديهم بديل، وكذلك الكثير من المشاكل الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي يعيشها المواطن العراقي. سنتحدث بأرقام وإحصائيات رسمية دولية وكذلك حكومية عن أرقام صادمة توجد في العراق في مناحي مختلفة من الحياة، ونطرح سؤالنا لهذا اليوم ولهذه الحلقة: ماذا قدمت حكومات ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراقيين؟ ما الذي قدمته هذه الحكومات منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة؟ مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. كنا 15 سنة نعاني، لو مربينا طفل هم صار وهم لزم الدولة. يا حكومة المو جميلة، يم حجاب بقى السرير المرضى ويغطي الجديلة، يم دماغ الفارغ وناقص علم، ماكو غير الشنه ما عدنا زلم. يا حكومة شقد حقيرة شقد فطيرة، ما دريتي ولا سمحتي كل جمال القائد بصحوة الضميرة، وهم شرط بالقصة صغيرة، وانت دولة وعدها جرعة لكن ولا قطرة غيرة. يا حكومة المهزلة الشعب بيشكله وبطلك للنستلة، عمي يا نستلة انتو والويات كلكم اغبياء، ليش غشيتوا شعب كله برياء وناس فقرة، ومن جيتوا كان ظنها انبياء، وكان واحدكم حمامة وكان من يمشي امامة ومرتدب راس العمامة، تار جنسيتين عندكم والقبر كونن لبكم، طاع حظكم وين وصلتوا العراق وين يشكلكم نفاق، هاي بيريتي بعدهي وعنده موجود النطاق، ومن نقوم تصير ثورة وثورة الجوعان خطرة، العامل من يضيح صبره والفلح عندها مناجل وتنتخب زود السنابل، وهي خضرة وهي صفرة وانتم بالخضرة بعدكم، راح اجيكم انا واصحاب المناجل وراح احشكم من جذركم وتنترس منكم مزابل يا مزابل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكرر سؤال هذه الحلقة لحضراتكم: ماذا قدمت حكومات ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراقيين؟ ما الذي قدمته هذه الحكومات بعد 16 سنة عن الاحتلال وحكومات متعاقبة يعني تناوبوا على حكم العراق باختلاف الشخصيات، لكن ما الذي تغير؟ ما الذي قدمته هذه الحكومات؟ ما الذي عمرته؟ ما الذي بنته؟ ما الذي قدمته اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا؟ ما الذي قدمته أمنيا؟ ما الذي قدمته رياضيا صحيا علميا؟ ما الذي قدمت هذه الحكومات؟ نحن نطرح هذا السؤال ولدينا الكثير من التقارير ومن الأرقام الصادمة حقيقة لهذا الوضع المأساوي. طبعا معدلات الانتحار في العراق في تزايد مستمر وفي استمرارية، هناك حالات تحدث حتى هذه اللحظة، حالات انتحار ومحاولات للانتحار، منها ما يبوء بالفشل ومنها ما ينجح في التحقق، يعني أسباب كثيرة يعزوها مراقبون إلى الوضع الاقتصادي المأساوي، الوضع المعيشي الصعب، الوضع الأمني المنهار، القضاء الفاسد، الحكومة الفاسدة، وجود الميليشيات، الكثير من الأسباب التي تدعو إلى ارتفاع هذا المعدل والذي تؤكده كذلك تقارير ومصادر دولية. بدأنا مع أول تقرير يتعلق بالواقع المعيشي بالنسبة للعراقيين. تقرير البنك الدولي يؤكد أن نسبة الفقر في العراق تجاوزت 22%، هذه نسبة ليست قليلة، يعني ربع الشعب في العراق الآن يعاني من الفقر، هذا وفق تقرير البنك الدولي، لكن هناك إحصائيات حقيقية. دائما ما تكون الأرقام الصادرة عن أي منظمة
مهما حاولت أن تكون دقيقة بالطبع ستفقد جزءا من دقتها، نظرا لأنه هناك مناطق وهناك أشخاص لا تستطيع هذه المنظمات الوصول إليهم نظرا لصعوبة التنقل في العراق في ظل وجود هذه الميليشيات وفي ظل وجود التعتيم كذلك الحكومي والتعتيم من بعض الأحزاب عن حقائق قد تكون مرعبة. وبالتالي تحاول هذه المنظمات الدولية والجهات المسؤولة الدولية بتوثيق قدر المستطاع من الأرقام الحقيقية الموجودة في العراق. فوصل البنك الدولي إلى أن خط الفقر الوطني في العراق هو 22.5% من مجموع العراق الكلي. طبعا هناك تفاصيل لهذا الرقم، منها نسبة الفقر بالنسبة للشباب، بالنسبة للإناث، منها كم أعمار العاملين وكم نسب البطالة، هناك الكثير من هذه التفاصيل في هذه الإحصائية. ونأتي إلى نقطة المساكن العشوائية كذلك. هناك مشكلة في العراق في محافظة البصرة تحديدا، محاولات لإزالة المساكن العشوائية الموجودة في المحافظة وخطر يهدد القاطنين فيها، وهناك مطالبات بتوقف الحكومة عن هذا العمل لأنه ليس هنالك بديل مؤمن للقاطنين في هذه المساكن، وبالتالي هناك خوف على حياتهم وعلى مصيرهم ومصير عوائلهم وأبنائهم. أين سيذهبون؟ ما البدائل التي وفرتها الحكومة للساكنين في المساكن العشوائية؟ كيف سمح لهم أصلا أن يسكنوا أو يبنوا لأنفسهم هذه المساكن العشوائية؟ بيد من؟ يقول مراقبون إن أسباب بناء هذه المساكن جزء منها هو على يد أحزاب وجهات متنفذة للترويج لنفسها أو لحزبها أو لجماعتها انتخابيا، وهناك من يرى أنه بسبب الفساد الموجود في العراق تم تسهيل هذه المعاملات عن طريق الرشا وعن طريق المحسوبية والوساطات ببناء منازل على ممتلكات المال العام أو على الممتلكات العامة للدولة عذرا، وبالتالي تبنى هذه المساكن العشوائية. لكن لا يوجد بديل حكومي وضع لكي تخرج السلطة الحاكمة القاطنين في المنازل العشوائية لتأتي بهم إلى منازل رسمية مبنية على الشكل الصحيح وفيها كل الخدمات والمستلزمات المطلوبة للحياة الآدمية. لدينا بعض الرسائل مشاهدينا الكرام نقرأها على حضراتكم. يقول السلام عليكم عبد الخالق الناصر، طبعا الوزارات ما سوت أي حل لهذا الشعب العراقي المظلوم، استغلوا العراق. شنو ذنب هذا الشعب العراقي وأين أهل الغيرة؟ العراقيين عاشوا حياتهم كلها صراعات ومأساة، المالكي ما يعرف يحكم عدل، ظلم العراقيين، إن شاء الله ينصر العراقيين. أيضا طبعا نستمر بهذا الحديث مشاهدينا الكرام، وكما قلنا السؤال هو ما الذي قدمته حكومات ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراقيين؟ ما هي منجزات هذه الحكومات المتعاقبة، إن كان عادل عبد المهدي أو حيدر العبادي أو نور المالكي، إبراهيم الجعفري أو حتى إياد علاوي، كأول حكومة وضعت في العراق؟ الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط قال إن نسبة البطالة بين الشباب للفئة العمرية من 15 عاما إلى 29 عاما بلغت 22.6%، البطالة لدى الذكور بلغت 18%، البطالة لدى الإناث بلغت 56%، نسبة معدلات مشاركة الشباب في القوى العاملة هي 63% فقط. هذه كإحصائيات وسنكمل لكم إن شاء الله قراءتها، ولكن لدينا اتصال. السيد صباح من بغداد، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للحكومة العراقية يعني من 2003 لحد الآن يعني صار 16 سنة، يعني إذا أريد نحسبها بالمادة فهي يعني لزمت يعني تقريبا ما يقارب 1,000 مليار دولار تهيئ لها بناء الدولة كاملة، بس شنو اللي قدمته للشعب العراقي وشنو قدمته لجمهورها؟ إذا أريد نحسب أن الحكومة شيعية
هي حكومة شيعية، لأن حزب الدعوة هو اللي يقود البلد من 2003 الاحتلال لحد الآن. شنو قدم المجتمعهم يعني أهل الجنوب؟ شنو اللي كسبوه من هاي الحكومة اللي هي محسوبة عليهم شاء أم أبا؟ يفترض بها ألا يفترض بها أن تكون حكومة لكل العراقيين؟ لا، بغض النظر حكومة طائفية أو حكومة محاصصة معروفة، يعني احنا نعرفها حكومة محاصصة طائفية. وأن المرجعية وكل المرجعيات الموجودة سواء السيستاني أو مقتدى الصدر أو الحائري وغيره، وهاي الأسماء اللي جاي تطلع لنا حاليا تفتي مصير العراق وبشباب العراق وجاي تهدر بدماء العراقيين. يعني هل تعتقد أن هذه من منجزات هذه الحكومة؟ هذه نعم يعني شنو اللي قدموه المجتمعهم في الأهلنا في الجنوب؟ كل شيء ما قدمهم صفر، بالعكس مخدرات وبطالة وسرقة المال العام وتدمير البنية التحتية العراقية. قبل كانت عندنا مثل الكهرباء وصناعة وزراعة وغيره وتعليم عالي وتربية. يعني أسألك سيد صباح، في تقرير البنك الدولي قال إن خط الفقر الوطني في العراق بلغ 22.5%. كيف يبلغ هذا المستوى الفقر في العراق وهو يعني نسبة المواطنين والناس يقطنون في العراق في هذا البلد الغني؟ استاذ محمد، اذا اريد نحدد الناس اللي جاي يسرقون المال العام في سبيل يصير بطاله او فقر او غيرها، من اللي جاي يسرق المال العام؟ هم قاده الكتل والاحزاب السياسيه والبرلمانيين والوزراء الصارم ووكلاء الوزراء ومدراء عامين الموجودين بالدوائر الوزارات، يعني كلهم والمرجعيات الموجوده حاليا اللي هي جاي تفتي في زمام امور العراقيين والدوله العراقيه. هم كلهم ذول مسؤولين على هاي النسبة اللي جاي تصاعد مع الأسف فقر. وإحنا أهل النفط وأهل الخيرات وبلاد الرافدين وغيره بظل منه، بظل هاي الأحزاب اللي جاي تدعمها الحكومة المرجعية. فالمرجعية الجزء الأول في كل ما يدور في العراق بالداخل. والأحزاب ثانيا، والمجتمع العراقي حاليا مفكك، يعني شو تريد تحكيها؟ طائفية موجودة اللي هي زرعتها هاي الأحزاب. احنا قبل 2003 ما كنا نعرف هاي سني هاي شيعي، اكو محاصصة طائفية، الوزير لازم يصير من الطائفة المعينة، الوكيل الوزير لازم يصير من الحزب الفلاني، المحاصصة المقيتة. يعني تقصد انه هذه هي منجزات هذه الحكومات؟ نعم، منجزاتهم المخدرات وامتلاء السجون بالأبرياء والتدمير والإرهاب وداعش وظهور داعش بالعراق، يعني كل هاي انجازات الحكومة. الكهرباء ماكو، صناعة ماكو، صناعة نهائيا ماكو، وزارة الصناعة اللي انا برأيي لو يحلوها نهائيا ما راح تأثر شيء على المجتمع العراقي. وايضا وزاره الزراعه كوزاره وشنو عملها وشنو اللي قدمته للفلاح العراقي؟ ما قدمت اي شيء. شكرا يعني لك صباح، وضحت الفكره. نود قدر المستطاع ان ناخذ اكبر قدر ممكن من المشاركات للاجابه على هذا السؤال، للرد كذلك على من يعتقد ان العراق هو بلد امن للعيش وان العراق هو بلد فيه خدمات وفيه منجزات. معنا السيد ابو احمد من بغداد، تفضل ابو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو أحمد، تفضل. ألو، أبو أحمد من محافظة ديالة قلبك. من ديالة، حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل. أخويا، من شو هاي الحكومة العراقية من 2003 لحد الآن؟ نعم. ما قدمت كل شيء للشعب العراقي، قدمت له بس الهلاك والطائفية والسجون، وتعبت نفسيته حتى الشعب العراقي تعبت نفسيته. نعم. ما قدمت كل شيء للشعب العراقي من 2003 حتى هذا اليوم. لكن يقولون بأنه نحن أنجزنا ونحن طورنا وهذا البلد بلد مزدهر، ويعني هنيئا لكم أيها العراقيون، لا دولة مثلكم. هذه الشعارات التي رفعها بعض السياسيين بناء على ماذا يا أبو أحمد؟ ما الذي طبق على الأرض؟ يعني ما هو موجود على الأرض لكي يتفاخر بعض السياسيين بهذه التصريحات؟ طبقوا الطائفية، طبقوا السجون، طبقوا القتل، طبقوا انتهاك للشعب العراقي، حرمات الشعب العراقي كلها خذوها من 2003 لحد هذا اليوم. يعني ما جابوا كل الشعب العراقي خير، سلبوا امواله، سلبوا خيراته، جابوا الايرانيين، جابوا الميليشيات، جابوا كلها. هاي مجرد هاي كتبها من 2003 لحد الان الشعب العراقي. شعب العراقي كان بلد خير، اصبح شعب حتى بدون اي انجازات. اين الوعود يا ابو احمد اللي
جاء بها الاحتلال، وعود الازدهار والديمقراطية، وهي نفس الوعود التي وعد بها هؤلاء المسؤولين المسؤولون العراقيين. وعودهم كلها كاذبة وخدعة، ويكذبون على الناس وما عندهم أي حكي صدق. هاي وعودهم، مجرد يقولوا لك للشعب العراقي إنه من الشعب العراقي على التخدير، وهاي هي ماكو أي شيء حكوه للشعب العراقي. حكاية صح وبراءته خير. مبين الشعب العراقي صار 15 سنة بس قتل، تلت سجون، ميليشيات، عصابات. مجرد يعني مسوين حكومة عبارة مو حكومة، عبارة عن عصابات. يعني هسه الشعب العراقي ما عمر جنسكم عصابات، عصابات وميليشيات وقتل. هاي الشعب العراقي ايش قاعد يعيش هسه؟ ما عنده حكومة من 2003 لحد هذا اليوم. يعني نفس الأخ الحكي، الزراعة انتهت، مال انتهى، حتى اللي كان عنده بيت من 2003 لحد الآن، هسه تعال على الشعب العراقي اللي قاعد أجار وقاعد بالتجاوزات وخلص. شكرا لك أبو أحمد، كنت معنا من ديالى. أشكرك، أعتذر منك للمقاطعة، لكن لدينا متصلين ينتظرون. وضحت الفكرة. أم أزهار من بغداد. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. أهلا وسهلا. منجزات الحكومة، منجزات الحكومة من 2003 إلى هذا اليوم هو القتل، النهب، السلب، عدم الصحة، عدم الزراعة، انهيار في الدراسة، انهيار في القتل. وهاي هم اجوا لهذا البلد لتهديمه ولتخريبه، ما عندهم منجزات اخرى غير انهم يبوقون ويسلبون ويخلون بجيبهم وينفذون ما تقوله لهم ايران. هاي المنجزات اللي سووها. وما زهار، الجهاز المركزي للاحصاء تابع لوزارة التخطيط، هاي مؤسسة حكومية، تقول نسبة المشاركة، مشاركة الشباب في القوى العاملة هي 36% فقط. الشباب في العراق جالسين على الأرصفة لا تعيين ولا وظائف، ونسبة مشاركتهم 36% فقط. ما مصير هؤلاء؟ يعني الدولة ألا تنظر إلى مستقبل هؤلاء الشباب، إلى عدد الخريجين الذين يتخرجون كل عام من الكليات بكافة تخصصاتها؟ هما وحتى 36 ما بيها هاي، ما بيها هاي المنجز اللي هم يقولونه. الشباب يقعدون بالبسطيات والخريجين هم حتى هنا، حتى قاموا يحاربوهم حتى على الرصيف، قاموا يحاربوهم حتى بعيشتهم، فلشوا كل الأرصفة اللي هم قاعدين عليها كلها قوموهم، فلشوا شنو مسوي لهم خيام يبيعون بها يسترزقون. هاي اللي بيع ما يقتلونه، واللي يعني خلوا كل ومستمرة الحكومة في إزالة البسطيات وتعتبرها تجاوزات. طيب الناس وين تروح؟ يعني لا سكن متوفر، إزالة المساكن العشوائية وطرد الناس، ولا باعة متجولين يسمح لهم دائما إزالة ومحاربة. الناس وين تروح؟ الناس هم ما يهمهم هذول الناس، هم يهمهم انهم دا ياكلون ويشربون ومتنعمين بهذا البلد وماخذين خيراته كلها. اما الفقير ما يفكرون بالفقير. هذول ما يفكرون بالشباب، هذول ما يفكرون بالناس اكلوا وشربوا وين ينامون، وين الاطفال دا ينامون على الشوارع. اكو اولاد ما عندهم مأوى، ينامون على الرصيف. الناس يعني الناس حتى افكارها تقدمت، صار عندهم هرع، صار عندهم الناس ضادت حتى من هاي الحياه، اللي قام ينتحر واللي قام ينتحر. يعني تعرفين يا ام ازهار انه العراق الرابع عالميا في معدلات الانتحارات وفق دراسه امريكيه اجراها مركز جالوب للدراسات الدوليه. العراق الرابع عالميا، رقم مخيف. شلون وصلت الناس الى هاي المرحله انه عدد الانتحار، معدلات الانتحار بهذا الارتفاع؟ مع الاسف يعني كان العراق هو قمه العالم كله، هو المنتج العالم، وصل الى هذا المستوى اللي رادته امريكا واسرائيل وايران. هم رادوا هذا يتهدم هذا البلد، هم اللي رادوا يصير بهالمستوى، رادوا يهدمونه لانهم ما يردون العراق، يردونه
ساحة قتال مثل ما سوى نعم. ساحة قتال من إيران إلى إسرائيل إلى أمريكا إلى هذول القتلة نعم. هم هتشرادة ورادة وهتشي ساحة قتال يكون فوضى لهم البيت العراق نعم. في فوضى العراق في فوضى والعراق في فوضى سبب الشعب هو اللي ما التحم ولا صار ايد وحدة لكن الشعب لم يتوقف عن التظاهر يا أم أزهار الشعب لم يتوقف حتى هذه اللحظة عن التظاهر مو الآن من أول يعني هم هسه بالأخير الظاهرة يعني قبل هاي في 3 سنوات هاي الأخيرة قاموا يشوفون الضم قاموا يظهرون هم قبل يعني من 2003 شافوا السنة الأولى الظل بيها من إجا المالكي ودمر سوى تفرقة بين السنة والشيعة وقام يقول المتظاهرين هذول هذا أتباع يزيد هم المفروض هنا يتحدون أكثر الشمال والجنوب الوسط ويقومون ثورة ضد هذا المالكي السخيف حزب الدعوة هي اللي دا تشتغل هسه هي حزب الدعوة هسه هو دا يسقط العراق وضحت الفكرة أم أزهار ينتقل. أشكرك أم أزهار للمشاركة معنا سيد سعد من الكويت تفضل سعد اهلا استاذ محمد طال عمرك وتحيه لكل البرنامج وقناة استاذ لازم يضعون مكان وموقع للباعة المتجولون كي يسترزقوا وهذا على ذمة البرلمان والحكومة لازم يضعوا لهم مكان معين حتى يسترزقوا الباعة المتجولين يا استاذ اما بخصوص كما ذكرت الانتحار فهو جريمة النكراء قد يكون بسبب تعاطي ولازم وضع بديل للسكن العشوائي ولكن بمليارات الجمهورية طيب سيد سعد احنا نقول لازم سيد سعد حل البطالة بيد البرلمان والحكومة واخر الكلام يستر امورنا دنيا واخر تحياتي لكم شكرا لك سيد سعد اتمنى مستقبلا ان تدع لنا مجال للنقاش لطرح اسئلة على حضرتك من اجل المشاركة عموما شكرا لك للمشاركة ابو محمد من تركيا تفضل ابو محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله من اين نبدا واين ننتهي لا اعلم لكن بكل شيء بدايه نعم يعني قبل الاحتلال الغاشم لامريكا عدوه الشعوب نحن كنا في على ساحه مكشوفه وخصوصا من قبل اشقائنا العرب نعم هم كانوا اليد التي ساعدت أمريكا لاحتلال العراق وكانت إيران تهلل وتتمنى ذلك وهي مثل ما يقول المثل الشعبي عندنا هي عداوة الجدود خلينا سيد محمد بالاحتلال وما جاء بعده نعم ما نعم. الذي جاء به الاحتلال أخي ما الذي جاء به عبارة عن اسمح لي خلي شوية اسمحوا لي تفضل عن قردة هؤلاء ليس ساسة لو كانوا ساسة والله لو 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 واحد منهم يملك 10% من ماء الوجه والله ما بقى والله قسم منهم لو يكون شرف وكثير من هتلر انتحر لأنه دمر شعبه هؤلاء فعلوا أضعاف ما فعل هتلر لأنه ما بقى لهم ماء وجه أخي يعني عملاء لأسقط الناس من هو سليماني هذا الذي يتحكم بساسة العراق والله مخزية والله مع الأسف هؤلاء يسمون بالعراقيين ومع الأسف على أمهاتهم اللي أنجبت هؤلاء السفلة وعود كثيرة أعطتها أيوة أو أعطاها هؤلاء السياسيون أنا لم أقول لك ماذا قدموا للعراق قدموا العراق هدية لأمريكا والإيران وهدموا البنى التحتية كاملة أسقطوا الأخلاق أكثروا بيوت الدعارة هاي الكرادة أصبحت بيوت دعارة للمجلس الأعلى والحزب الدعوة والفضيل هاي الأسماء اللي تسمى بالإسلامية الله أكبر أين القيم يعني فعلا إن لم تستحي فاصنع ما شئ ما الذي قدموه أخي لنا الشباب الآن شباب الجنوب هو بالذات شباب الجنوب الآن يتسكع الآن الانتحار والدمار والهلاك وهذه المخدرات وهذه الهلاك اللي يعاني من الشباب الآن تيه أخي تيه البلد فيه تيه والانحدار ماشي وهذا كله زرع للمجوس الملاعنة
سيد محمد أشكرك للمشاركة، وضحت الفكرة. معنا السيد أبو علي من واسط، تفضل أبو علي. السلام عليكم أستاذ الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال اليوم، ماذا قدمت الحكومات منذ الاحتلال الأمريكي إلى اليوم؟ نعم، إذا عندك أستاذ الكريم ورقة وقلم سجل. لدي الكثير من الأرقام ومع ذلك حسجل، تفضل. أي شباب عاطل، اقتصاد منهار، نعم. زراعة منهارة، تجارة زيرو، نعم. بطالة حقيقية وبطالة مقنعة، عدم وجود الأمان، نعم. عدم وجود استقرار، عدم هناك وثوق بالدينار العراقي، عدم وثوق بالاقتصاد العراقي، الحرامي هو الربحان، نعم. والشريف هو الخسران، لا وجود للمياه، لا وجود للكهرباء، نعم. لا وجود للغاز في بلد النفط، لا وجود للبنزين في بلد النفط، لا وجود للغاز في بلد النفط، نعم. ثورات، هدر في الثورات، لا يوجد استغلال لكل شيء في البلد، أصبحت البلد بلد استيراد وليس بلد تصدير، نعم. بلد لديه دجلة والفرات يستورد المياه من الخليج، من الدول اللي هي تحل المياه مثل السعودية والكويت. هذا تقريبا. وهل توجد أصلا مياه لدى العراقيين؟ كيف أستاذ الكريم؟ هل توجد أصلا مياه، يعني بنقطة المياه، نقطة المياه التي ذكرتها، هل يوجد أصلا نعم. مياه لدى العراق؟ أهل البصرة بلا مياه، نعم. مياه للجنوب، حضرتك تعرف أخي الكريم، هي حتى المياه الموجودة الآن موجودة الآن اللي قاعدة تنتج داخل البلد اللي هي أساس تصفى، جميعها ليس لديها رقابة وسيطرة، لأن جميعها تعامل بالأوزون بنسبة عالية وهذا يؤدي إلى فشل كلوي. والآن لو لاحظت وكثير منها لا يصفى أبو علي، هذا ما يصفى اختلافك كما قاعد يكلمك أنه إنتاجهم شنو، أنت قلت شنو نقطة هذه الدول؟ هذا عدم التصفية، هذا خليه، هذا موجود أساسا بالتصفيق. لكن أنهم يحاولون أنه ينتجون، يعني المصانع ما عليها رقابة، المواد اللي تجينا من برا ما عليها رقابة. ما الذي قدمته أيضا هذه الحكومات؟ هو كل شيء تعيس لهذا البلد، كل شيء تعيس، يعني كل شيء ما تتخيل التعاسة موجودة في هذا البلد، هذا قدمت الحكومة. طب مع أنه بلد لديه موارد اقتصادية، لديه موارد بشرية، لديه ثورات، سواء ثورات داخل الأرض أو خارج الأرض، يعني بديه لديه سياحة، لديه استطاف، لديه سياحة دينية، لديه سياحة أثرية، لكن لا وجود لها. أين السياحة الأثرية في العراق العام؟ بلد حضارات، أين السياحة الأثرية؟ وزارة السياحة شو يسوي وزير السياحة؟ يعني كوزير أنت منعين كوزير، لو أنا سألت الحكومة شنو خطة اقتصادية أنت، اللي برنامج الحكومة الاقتصادي لهذا البلد، يعني ما في. شوف أخي الكريم، هما ليش ما في أحد ينتج؟ السبب أنه ما في أحد يحاسب الحكومة السابقة، يعني طلعت حكومة العلاوي بالبداية كانت هي حجر الأساس وضعت. طيب حكومة الجعفر الوراء شنو اللي حققته؟ الأموال التي نهبت أين ذهبت؟ ذهبت في الجيوب. الآن عندك يعني المالكي شنو كان يسوي؟ يبيع المحبس. هسه شو عنده؟ دعم عند مولات في جميع الدول، وماكو شيء بالعراق طبعا، للعلم ماكو شيء بالعراق. طيب نيجي ابراهيم الجعفري شنو كان؟ حمله دار. هسه عنده انت شو اسمك انت الحكيم شنو كان؟ ايش ما عندهم؟ يعني من اين جاءت هذه الاموال؟ هذه اموال الشعب تقصد؟ هذه اموالي واموالك طبعا اكيد اكيد، يعني من بلد يكون ميزانيته 120 مليار دولار. وين راحت؟ ما كحد يقول هذه فلوس وين راحت؟ ما شفت احد قال. انت كحكومات متعاقبه المفروض الحكومه تجي، البرلمان يجي الجديد يحاسب الحكومه السابقه فلوس وين راحت؟ ماكو احد حاسبهم. لذلك هم من يسوي، يعني اكو مثل يقول ان لم تستحي تفعل ما شئت، فهم ما يستحون، ماكو عليهم رقابه. أنا بالنسبة لي كمحاسب، إذا ماكو وراي رقابة وتطبيق داخلي وخارجي حاسبني، ما راح أشتغل شغل مضبوط، أعبر شلون ما كان. فلذلك أخي الكريم اللي قدمت الدولة التعاسة. شكرا لك، واضح أبو علي، أشكرك للمشاركة. معنا السيد أبو زهرة من نينوى، تفضل أبو زهرة. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو أبو الزهرة أسمعك. بلي السعدي أسمعك أبو الزهرة، تفضل. ألو أنا خرب بيوتنا، موسى خرب الموسم، وين الحكومة؟
كل الشهداء، كل التدمير، كل جسمه، كل بين الشياط، وين الحكومة؟ كل بوب. نعم. يرحم والديكم، وين الحكومة؟ وين أهلنا؟ وينه؟ نعم. حضرتك وين يا أبو الزهراء؟ وين حاليا؟ أنت مهجر؟ أنا لا والله ما مهجر، أنا من موصل. نعم. شلون وضع المدينة حاليا؟ أكو إعمار، أكو خدمات؟ موصل. اسمع ابو زهرة، انت في مدينة الموصل اكو اعمار، اكو خدمات، اكو بناء؟ والله ماكو بطيء، ماكو شوارع، يزبقون شارع، يسوون فلاشي شوية شوية، يعني شمولاتهم محافة شوية حرك. وين تسميوت؟ وين تدمير؟ ماكو ادوية بالمستشفيات، ماكو ادوية. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا أبو زهراء. لدينا بعض الأرقام نود أن نقرأها على حضراتكم مشاهدينا الكرام. طبعا مؤشر مدركات الفساد الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية هو يعتبر من أهم المؤشرات الدولية التي تصدر سنوية لتقييم وضع البلدان حول العالم. العراق في المرتبة 168 من بين 180 دولة، يعني في المراتب السفلى لمؤشر الفساد، حصل على 18 نقطة من مجموع 100 نقطة، يعني دولة فاسدة بمقاييس عالية جدا. مؤشر الحريات العالمي الذي يصدر عن منظمة فريدوم هاوس الأمريكية والتي تعنى بقياس مدى الحريات العامة والسياسية والاجتماعية، صنفت المنظمة العراق عام 2018 ضمن الدول الغير حرة في المرتبة 32 عالميا. العراق مفتقر لأبسط مؤشرات الحرية في البلد. كذلك العراق لم يحظى خلال السنوات الماضية طبعا على أي تصنيف في المؤشر العالمي لجودة التعليم الذي يصدر عن منتدى دافوس في سويسرا. العراق أصلا خارج هذا التصنيف العالمي الذي يعنى بمستوى التعليم وجودة التعليم في أي بلد في العالم. دائما العراق في السنوات الماضية خارج هذا التصنيف، ليست لديه أصلا أي معايير تقاس عليها الجودة، فاقد للأهلية بالنسبة للقطاع التعليمي العراقي. السيد أبو الزهراء من تركيا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخويا الغالي، احنا موضوع الحلقة هو يعني اللي حكومة، خلينا نقول جنينا من الحكومة بعد الاحتلال. تمام؟ نعم. احنا المفروض كشعب، يعني كشعب واعي هسه، ما ظل الواحد خلينا نقول بعد اللي شفناه يعني في هاي من 2003 ولحد هذا اليوم. نعم. فاحنا المفروض ما نترجى اي شيء من الحكومة، ولكن احنا اللي جاي نساعد الحكومة. احنا اللي جاي نساعد. شلون ابو زهراء؟ زين، من صارت الانتخابات يعني نحن نعرف اللي رشح، مثلا احنا خلينا نقول احنا مناطق الشماليه والغربيه. نعم. اللي رشح اذا كان ابن اوادم وكان انسان يعني وطني وانسان معروف، تدري احنا يعني ماكو شخص يعني يرشح هو مو معروف. نعم. خاصه عندنا. فيتهدد تذب له ورقه هاي اذا ما قتل احد من عائلته. نعم. زين احنا الباقين اللي نعرفهم هم حراميه. زين شلون نروح ننتخبهم احنا؟ بس النسبه كانت منخفضه جدا ابو زهراء. ما يخالف اخي، منخفضه بالتزوير، منخفضه بغيره. بس وهذا دليل، وهذا دليل على ان الناس اللي راحت يعني بعض الموهومين ونسبه كبيره من اتباع هؤلاء، يعني النسبه لم تصل حتى الى 20%، يعني الشعب واضح من هذه الانتخابات انه رافض تماما ومقتنع بما تتفضل به الان. اخويا الغالي اذا تسمح لي. تفضل. يعني ال 20% مو فد يعني فد شيء هين. نعم. كمجتمعنا. اها. واتفقك ويعني مكانات ما قدروا يوصلون الانتخابات. يعني مناطق سهل نينوى. نعم. اللي مسيطر عليها اللي هو حنين القدر والميليشيات مال بدر. نعم. زين؟ لولي يعني ثقك وقرى ما انتخبتهم ساهموا القرى. نعم. هم مسيطرين على المراكز اللي عندهم، ماكو شيء يعني. نعم. انه هو بالمركز يصير بمنطقته وهم الميليشيات ما هم واقفين بالمركز
انه انت تجي اما تنتخبه اما تتحاسب. زين؟ نعم. فهسه اللي دا يصير خلينا يعني الناس شنو صارت على الحكومه؟ يعني هسه احنا كلنا عشان البلد تدري؟ عندنا اخي والله بعد ما اريد البلد. لان مو بلدنا صار. صار بلد للميليشيات. ولكن مهما كان يا ابو الزهراء يجب ان يكون هناك اراده لدى المجتمع بالتمسك بحقه والمطالبه بحقوقه، يعني والا بصراحه يكون الموضوع استسلامي بهذا الشكل وسلبي، ستزيد وترتفع السيطره اكثر على هذا البلد وتفرض طبعا السطوه. احنا غير نحكي بالطبع، احنا ليش نقول احنا يعني هسه اني اذا هسه رجعت المحافظتي واعترضت على شرطي بالشارع، او انت يعني سامع اكو فد مشكله ومصيبه، هي مو مشكله. نعم. انت ما تقدر كمواطن تعترض على تصرفات شرطي اذا يسئلك او اذا يسئل عائلتك. نعم. او اذا يسئل اخوك ما تقدر تعترض. يعني كيف تعترض انت الحشد يا اخي؟ حشد عصايب وناس يعني ما نقدر نحكي شنو هم ولا نعرفهم من هم. يعني عنده يجي يقتل يخطف ويقتل وماكو شخص يحاسبه، ماكو شخص يردعه. النواب مالتك انت اللي انتخبته بسبب غياب قانون وعدم وجوده كذلك. هو ما القانون، شنو هو القانون؟ اخي شنو هو القانون؟ هم القانون. قانون ميليشيات. نعم. هسه احنا ليش نحكي ونقول هسه انت من تجي كرئيس وزراء، ثق كرئيس وزراء هو اللي يمشي الميليشيات. نعم. رئيس الجمهورية قال شنو؟ رئيس الجمهورية شنو دوره؟ شنو فعله؟ شنو موجودة؟ شنو مضمونة؟ من كان قبل احنا عندنا محافظ اللي هو أسيل النجافي، احنا قال أسيل وعمل أسيل، أخي أسيل ما كان يقدر يفتح شارع إذا يشد الشرطي، الجندي أبو فرقة الثانية، ناصر الغنام يسد شارع، محافظ ما يقدر يفتحه. نعم. زين؟ شكرا لك أبو الزهراء، طبعا أعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون، وضحت الفكرة. دولة ميليشيات كما تفضل السيد أبو الزهراء هو ناتج من نتائج كثيرة لحكومات ما بعد الاحتلال. أبو حسين من الرمادي، تفضل أبو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، بالنسبة لإنجازات الحكومة من 2003 تدمير وقتل تهجير معتقلين مغيبين تدمير البنية التحتية، وقفوا المعامل، يعني ماكو بس الحشد يصول ويجول، وماكو قيادة، وقيادة حكيمة مثل ما كانت القيادة الأولية اللي مثل صدام حسين. أسامة أبو حسين، أسامة النجيفي، أسامة النجيفي يقول 12,000 معتقل مخفي قسرا ومغيب. 12,000، هذا رقم خارج من سياسي في الحكومة يعني، ومعترفين به، ومع ذلك الحكومة صامتة عن هذه الأرقام المخيفة. أستاذ محمد، بالنسبة هم يعني هم أستاذنا ما يقدرون يقولون تعالوا جاي أنت يابا، هذا بشرنا مغيب، مغيب بشرنا مغيب، أنت وين وديتهم؟ نعم. ما يحاسبونهم. يعني هي الشغلة بيد الميليشيات أستاذ محمد. نعم. ما بديهم كل شيء، لا رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء ولا رئيس برلمان، عمي ما بديهم كل شيء، شغلة تايهة بيد إيران، احنا هسه بيد إيران عمي، حاسبتنا إيران والميليشيات مال إيران. نعم. يا أخي ما يصير هذا العمل، هذا الحكي ما يصير، على الشعب العراقي أن ينتبه، يوعى على نفسه كاجعاد، إيران احنا وإيران شنو؟ يعني بنصير معارك امريكا وايران، احنا شنو بها الشعب العراقي؟ الشعب العراقي مظلوم. ما يصير استاذ محمد، احنا لازم يكون قياده حكيمه ان ترد ايران واتباع ايران وميليشيات ايران. شكرا. يعني ما يصير هيك. نعم نعم، وضحت الفكره ابو حسين، اشكرك. نقرا بعض الرسائل المشاهدين الكرام لكي نعطي كذلك المشاركين عن طريق الواتساب حقهم في المشاركه. نبدأ مع سيد مبروك من الإمارات، يقول تحية لك أخي محمد. الواقع المعيشي وعديد أسباب أدت إلى انهيار الخدمات ووجود الميليشيات المجرمة، وكذلك الفقر والفساد والحكومات الفاسدة، كلها واقع مأساوي ينذر بأزمات خطيرة. وجبت الثورة على الأحزاب، والثورة هي الخلاص من واقع الحال ولإيجاد الوطنيين لحكم العراق ولإعادة الأمن والأمان في العراق. أيضا لدينا رسالة من أحد المشاركين
يقول: السلام عليكم، ما دام العراق يعج بالإرهابيين فلا سبيل لنهضة العراق، لأن حواضن الإرهاب متعددة ولها ارتباطات خارجية إقليمية ودولية. بالأمس القريب باعوا العراق لأمريكا، وقادة الجيش نكثوا العهد وباعوا العراق. مع الأسف هي حكومة ظالمة. أحد المشاركين لدينا يقول: أخي محمد، الوطن أم والشعب أبناء هذا الوطن. اللي يخون ويسرق ويبيح قتل أخيه وتهجيره ويبيع الوطن ويدخل مخدرات، أليس هذا ابن كذا؟ كم خائن بالوطن، لا خير في شعب لا يوحده الوطن. رسالة أخرى يقول أحد المشاركين: أخي محمد السلام عليكم. أخي العزيز، أعتقد أن الشعب العراقي على قناعة تامة أن الحكومات العراقية التي تناوبت على الحكم منذ الاحتلال الإيراني حتى اليوم لا تملك قرارها السيادي، وبالتالي فهي لا تهتم بمصالح شعبها، بل تعمل من أجل تحقيق مصالح إيران التي لديها أو لها اليد العليا في تشكيل الحكومات العراقية على أساس طائفي من أجل تفتيت العراق ونهب ثرواته. وقاسم سليماني الذي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في شؤون العراق من خلال الميليشيات الطائفية ما هو إلا أكبر دليل على أن هذه الحكومات الصورية مسلوبة الإرادة. أبو فراس الحارثي. أبو حاتم من الموصل يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، تحية طيبة لك ولكادر القناة والمشاهدين الكرام والعراقيين المظلومين تحت هذا الاحتلال الأمريكي الإيراني بإدارة عراقية مدربة على يد قوات الأمن المركزي في العراق للاحتلال الأمريكي، على كل فنون الخسة والرذائل، المخدرات والحشيشة والترياق بكافة أنواعها، ومارست تجارب الخسة في هذا البلد بواسطة جرثومة الخضراء صنيعة الاحتلال الصهيوني الأمريكي الإيراني الصفوي البغيض للانتقام من الشعب العراقي. لدينا أيضا رسالة، أحد المشاركين يقوم بإرسال رسائل صوتية ليست هناك إمكانية لعرضها. معنا السيد أبو أحمد من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد ما تعبت؟ من شنو؟ ما تعبت؟ ترى من أشياء إذا تأتي، من أشياء إذا تطلع إلى 1000 سنة الشعب العراقي ما يتحرك، لأن تعلمنا على الإهانات. لكن هذه نظرة سلبية يا أبو أحمد، هذه نظرة ليست صحيحة. العراقي ترى أنا أحكي على نفسي أولا. طيب، تفضل. نحن الشعب العراقي شعب أشعلية. نعم. 12 ألف من رمادي، هو رمادي منين؟ رمادي من دمي ولحمي. 12 ألف واحد ماكو، كل كم يوم يطلعون، كل يوم كم يوم يطلعون 20 مقتولين، لأن 30 والله يا 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 فلا تشوفون واحد طيب والله وبالله وبتل. نعم. ثاني شيء أنا أريد أوصل الرسالة هذا ابو المسابح كان يبيع بسوريا ماكو. نعم. ابو سمسار هذا يشوفه نور المالكي. ولك يوال 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 انتم ما تفتحوا، يوال الدول الاسلاميه الدول العربيه كلها هي اللي خربت فلسطين، كل كم يوم يهددون هم خربوا. انت تهدد من العراق، تروح تهدد من ايران. اذا هديكم واحد شريف يقول عني من ابن امي وابويا يضرب اسرائيل. إذا ما يقطعوا يشينوا شواربكم. نعم. ولكنتم من داخل العراق تروحوا داخل إيران وهددوا دشوا، إيش رأيك يريدك؟ هو عايش على باب بيوتكم يضربكم بالخنادر، أنتم تطلعوا ولا تريدوا تدمرونا بعد أجل. طيب. وين مدارسكم؟ وين شوارعكم؟ وين مايكم؟ وين أنت تطلع بها؟ أنت عايشتك بالخارج وأنت هنا تهدد؟ ولا أبو مهدي المهندس ولا الأخ والأخ؟ كتبتون إسرائيل، والله إسرائيل هي ضربت، إذا بيهم شارب يروح يضرب إسرائيل. وضعت أبو أحمد، شكرا لك. الوقت شارف على انتهاء، أعتذر منك. لدينا متصلين ينتظرون. أبو شيماء من ديالة، تفضل أبو شيماء. أبو شيماء السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله. أخويا، الميليشيات بديالة دمرت أهل ديالة. نعم. حشدت خصوصا على اهل المقداديه. نعم. الميليشيات مثل حاتم حاوي، صدام مبدر، حمودي حمد، دول الميليشيات مجرد اخذوا مال السنه وهجروا السنه وبيوت السنه كلها اخذوها، جاي يفتحون مولات ومعامل بمحافظه دياله المقداديه.
يعني وين وين الحكومه اللي عاد ابو شيماء اللي المفروض تحمي الناس وتحمي الارض والمال و... والله العظيم من 2003 لحد هذا يومك هاي الميليشيات باعثة بالالقتاد قصر المحرقة ديال المقداديه. نعم. تعال شوف المالات والمعامل وبيوت السنه وبساتين السنه كلها حرقوها. خطية هاي مناطق جبور ما جبور هاي العزة هاي كلها عبادة جماعية سووها زين. نعم. احكي لك على مناطق جبور المقدادية يعني شغلة يعني هاي مو الكرافور هذا اليهودي ما سوى دقة ثم الله العظيم زين. اليهودي هم من أكو شوية رحمة بقلبه اللي هم ما وهذه يعني. وهذه هي وعود الحكومات يا أبو يا سيد أبو شيماء هذه هي وعود الحكومات إيه الحياة المزدهرة والرفاهية والعراق الجديد هذا العراق الجديد ايه هو هذا العراق الجديد من 2003 لحد هذا اليوم جو مجرد لان الشعب العراقي ضوق ايران مدة 8 سنين كأس السم وهذه يدون يطلعون حيث ايران زين ياخذون صار ايران هسه من العراق من العراقيين الشعب العراقي زين الشرفاء هجروهم البقاو جاي قتلوهم وشجنوهم وهذا حال العراقيين هسه جاي احكي لك عن المحافظه ديال عباره عن عباده جماعيه جالسه شنو شوي شوي بالتدرج كان الله بالعون ابو شيماء انا اشكرك اعتذر منك اعتذر منك للاسف الوقت انتهى طبعا هناك رساله من احد الاشخاص وهو ما زال يكتب حتى هذه اللحظه صراحه وهو يقول انتم كذابون دجالون قناه كذا كذا حاججنا بما لديك من معلومات ان كنا نحن كما تقول كذابين حاججنا ما الذي لديك من معلومات ولماذا نحن كذابون في نظرك لماذا اسلوب المهاجمه اسلوب المهاجمه والتجاوز بالالفاظ وتخرج الناس حتى عن المضمون والموضوع أرقام كثيرة مشاهدينا الكرام وسأحاول سريعا فيما تبقى من ثواني حصرها ولو هي لا تحصى العراق يحتل المرتبة 70 من 107 دولة ضمن التصنيف الأوروبي بالنسبة لعدد الأطباء في العالم يعني كل طبيب قدامه 1500 مريض في العراق باختصار شديد طبعا تحدثنا عن جودة التعليم حرية الصحافة العراق 160 من 180 دولة مؤسسة مراسلون بلا حدود هذا تصنيف العراق في ذيل الترتيب بالنسبة لحرية الصحافة الجوع مؤشر الجوع العالمي الذي يصدر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية العراق 74 عالميا من 119 القائمة تطول ولكن الوقت انتهى أعتذر منكم مشاهدين الكرام وأشكركم كذلك لطيب المتابعة نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة إلى اللقاء